السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم عمي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بخير عمي مزيان. بارك الله فيك مولاي. كنشكرو خدامي على البرنامج والله العظيم. جزاك الله ألف خير. وأنا داعمي المشكلة ديالي عمي تنبغي نصلي. أييه. تنصلي عمي سيمانة وأخني عمي تنقطع. مثلنا صليت سيمانة مع عمي تنقطع ثاني عمي شهر شهرين. الله وعلاش السي سعيد كتقطع أخويا؟ وعمي أنا عمي صار عمي ما بلي ما حتى شي حاجة صافي عمي تنكون خدام حيت عمي ماشيش خدام شي خدمة خدام عمي بحال مع الفلاحة وداكشي وصافي عمي دابا تنصلي سيمانة وتنقطع دار المشكل عمي جات وأنا عمي باغي نتوب عمي باغي نصلي. الله أكبر يا رب يا رب يا كريم الله يتوب علينا وعليك وعلى جميع المسلمين يا رب سي سعيد الله يطول عمرك وكنشكرك يا رب سي سعيد. بعد أن واحد توجيه سي سعيد نعرفوا بأن الصلاة راه ماشي مسألة ديال الكانة راه ماشي مسألة اختيارية الصلاة هي عمود الدين بل من أجلها خلق الله الخلق هذا الوجود اللي كنشوفوا في العالم هذا الكون بأسره وهذه المخلوقات وهذه الشعوب وهذه الحضارات وهذه الثقافات راه كلها قائمة على العبادة لهذا خلقنا الله عز وجل وهو القائل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فخلقنا لعبادة الله وأسمى مظاهر العبادة هي الصلاة وهي صلة بين العبد وخالقه عز وجل وهي إن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة فلهذا علينا أن نحافظ عليها. السي سعيد يبدو أن الحمد لله قلبك فيه الإيمان وفيه اليقين ولكن عندك وسوسة شيطانية حينما يأتي وقت الصلاة راك يجي واحد إبليس إلى أذنك كيقول لك ليس بعد ليس بعد فيما بعد دائما كاتك الأشغال الأخرى وإذا دخلت إلى الصلاة كيجيك لودنك وكيقول لك أذكر كذا أذكر كذا المهم أنه يجعلك بعيد عن الصلاة. هل تعلم يا سعيد بأن هناك شيطان كتلقاه لصيقا بك هدفه أنه يصدك عن ذكر الله هذه الخدمة دياله كل صباح من الكفيق كيقول لهم إبليس الأكبر ليخرج أبونا وأمنا حواء من الجنة كيقول لهم انتشروا فينتشرون وقد قيد الله تعالى لكل منا شيطان فشيطانك يأتي إليك يقول كيبقى تابعك على قبل الصلاة فيما كتجي شي حاجة ديال الصلاة وقتها أو دائما يكرهك فيها ويبغضك فيها اش غندير السي سعيد فيما جاني هذا الإحساس نشعر بأن الشيطان راه قريب مني راه هو اللي كيدير لي العراقيل غنقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولشت ضغط عليا بزاف غنقول بالصيغة المغلظة غنقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفته نقول هكذا ولا كتر عليا نرفع الأذان حتى في غير وقت الصلاة الله أكبر الله أكبر الله ننودن وخوا غير وقت الصلاة لأنه هو كيسمع الأذان كيهرب كيتحرق بفضل الله عز وجل. السي سعيد احرص يا أخي على أن تكون لك صحبة ذكرنا بأن الصحبة مهمة والصاحب ساحب اختر صحبة إيمانية صحبة ربانية اللي هما كيجي وقت الصلاة هما كيشجعوك كيقول لك يلا نمشوا للجامع أو على الأقل يلا نديروا جماعة بعضياتنا كتلقاهم دائما يشجعونك أما الصحبة اللي كيضلوا النهار كامل وهم في المقاهي وتابعين القيل والقال وأمور تافهة في الحياة ولا يؤدون الصلاة اخشى اخشى منهم واحرص على أن تبتعد عليهم ولا يكون كلب أهل الكهف خيرا منا كلب أهل الكهف صاحب الصالحين واتبعهم وهو كلب ليس له تكليف وليس عليه تكليف وربنا عز وجل مجده وذكره بالثناء فقال ويقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقول سبعة وثامنهم كلبهم هذا الكلب مذكور في القرآن بصيغة التمجيد وإذا ذكرته عندك 30 حسنة
لأن كل حرف في القرآن بعشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف لام حرف ميم حرف. فإذا ذكرت الكلب وقصدت به أهل الكهف كان لك 30 حسنة، لأنه مذكور في كلام الله. لماذا؟ لأنه صاحب الصالحين. احرص على أن تصاحب الصالحين. وسي سعيد إلا كنت كتخدم مرة ومرة ما كتخدمش، راه هذا هو السبب. راه ما تقولش ليا راه كاين أزمة اقتصادية في العالم، وما تقولش ليا أن كاين الجفاف، وما تقولش بأن الباترونة الفلاحة الكبار ما كيخلصوش مزيان، وما تقولش بأن كاين الميز العنصري كيخدموا شي ويخليو شي. هذا كله غير كاريكاتير. ولكن الصواب هو أن الله سبحانه وتعالى حينما يأنس من عبده إيمان ويقين، الله كيرزقه وكيفتح لي أبواب تسير وكيخلق لي الخيرات والبركات. وإلا كان كيغفل عن ذكر الله، ربنا يتركه لنفسه وكيتخلق لي أعداء من حوله، وكيبقى في صراع، دائرة مغلقة كيتصارع نهار وليل ولا يخرج بشيء. فنسأل الله تعالى أخي سعيد أن يحبب إلينا وإليكم الصلاة، وأن يوفقنا لأدائها في وقتها مع الجماعة. ونحمد الله تعالى أن المساجد قد فتحت الآن، وإن شاء الله قريبا سوف يتمدد الافتتاح، وقريبا إن شاء الله سيعلن عن صلاة الجمعة، ونجتمع كلنا في بيوت الله تعالى. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.